معلومة عن نقص الحديد، هذه مهمة جدا وركز فيها. شوف، نقص الحديد علامات وايد، خلنا ناخذ بعض العلامات الملحوظة والمهمة. تساقط بالشعر، برودة بالأطراف، ما تقدر تتنفس، كثير من العلامات. حلو، سويت تحليل، ناقص حديد، برافو. حلو، أروح أخذ حديد؟ لا، مو معناته ناقص حديد يعني تقوم تأخذ حديد. ليش؟ إيش دعوة؟ يعني أكل الله سبحانه وتعالى ما في حديد؟ في حديد، علش ما خذاش معنى؟ يعني جسمي راح ياخذ الحبة، ما راح ياخذ من أكل الله. المشكلة مو بالحديد، وين المشكلة؟ بامتصاص الحديد. يعني لحظة، يعني الأكل مال الله مو قادر يمتصه، فالحين يبي يمتصه بحبة مصنعة؟ لا أكيد لا. وين المشكلة يا جماعة؟ ما عندنا حمض معدة قوي، شنو نسوي؟ الحين احنا اكتشفنا ان عندنا نقص حديد والاعراض نفسها اللي انا ذكرتها، شو نسوي؟ نقوي حمض المعدة عشان يمتص منه، يمتص الحديد اللي موجود باكل الله. انا ما ادري شنو ستايل حياتك، ستايل حياتك يمكن انت الستايل مال حياتك والاكل اللي موجود بشكل يومي او اسبوعي فيه فل حديد، فل 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 حديد. فاحنا شلون نعرف؟ ناخذ خلط التفاح العضوي، يا كبسول او شراب مثلا، ناخذه نحط ملعقتين على كوب ماء نشربه بعود قبل الوجبه، نستمر اسبوع، ها تعدل الحديد ولا لا؟ والله خفت شوي الاعراض. حلو، تبي تعززه؟ هني دخل الحبه. واضح؟ مو على طول تدخل حبه الحديد، راح تلاحظ بطنك يصير فيه امساك، الخروج يصير لونه اسود. هذا الاسود اللي تشوفه هذا كله حديد ترى طلع، هذا اللي جسمك ما امتصه. قوي حمض المعده، واذا كان عندك تقرحات ما يصير تاخذ خلط تفاح، صلح تقرحاتك بعدين دخل خلط تفاح. ترى اذا حمض معدتك قليل مو بس الحديد مو مهضوم، الحديد مع المغنيسيوم مع الكالسيوم مع البوتاسيوم مع وايد اشياء جسمك فاقدها. جرب قوي حمض معدتك، واذا